مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم في دروسنا المصورة لقسم العلوم الاجتماعية. نحن الآن في الوحدة الأولى، وحدة الجغرافيا، ودرسنا الثاني. أذكركم أولا بقيمتنا التربوية لهذا الأسبوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله. وحسن الخلق ليس بالأمر الصعب، فكم تريد أن تكون المسافة بينك وبين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إن شاء الله. نعرض بعض الأسئلة بداية تمهد لنا درسنا اليوم ولتربط درسنا الحالي درسنا السابق، فأجب معي عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: من الأثار التاريخية في قطر قلعة الزبار؟ إجابة صحيحة. من تأثير المناخ على السياحة صورة اتصال مع العالم الخارجي؟ إجابة خاطئة. ترجع أهمية السياحة لأنها مصدر الدخل القومي؟ إجابة صحيحة. من المقومات البشرية البنية التحتية والخدمات؟ إجابة صحيحة. يذهب السياح للمناطق المعتدلة لمشاهدة المناطق المناظر الطبيعية؟ إجابة صحيحة. علاقة بين الأمن والسياحة علاقة عكسية؟ إجابة خاطئة. السياحة انتقال الفرد الفترة دائمة؟ خطأ. الأهرامات من الآثار الدينية؟ خطأ. أكثر دول العالم؟ خطأ، ليس تايلاند، الولايات المتحدة. شتاء يبحث السياح المناطق الدافئة؟ صواب. ثم نأتي إلى أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يستنتج الطالب جهود دولة قطر للنهوض بالسياحة. أما هدفنا الثاني وهو أن يوضح الطالب دور الفرد في المحافظة على المواقع السياحية. هدفنا الثالث وهو أن يجيب الطالب على أسئلة التدريبات إجابة صحيحة، ومع هدفنا الأول. عزيزي الطالب، أريد منك أن تجمع الكلمات المبعثرة التالية حتى توصل إلى جهود دولة قطر للنهوض بالسياحة. هنا كلمات مبعثرة، أريد منك أن تجمع هذه الكلمات مستعينا بالخط المرسوم. أحسنت بني. الاستفادة من الفعاليات الرياضية الكبرى لتنشيط السياحة في دولة قطر. أحسنت. الاستفادة من الفعاليات الرياضية الكبرى لتنشيط السياحة في دولة قطر. نحن لدينا ما يسمى بالسياحة الرياضية، فأي فعالية رياضية لابد أن أستفيد منها حتى أنشط السياحة داخل قطر وأجعل قطر وجهة سياحية عالمية. لاحظ معي هذا الفيديو. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. مونديال 2022 أهم تظاهرة عالمية على أرض عربية، بتصاميم خيالية لملاعب مجهزة بأحدث التقنيات، وعبر بناء جسور وشبكات مترو وتوسعة مطارات ومدن مستقبلية. ليس نقول يا شباب أن الفعاليات الرياضية يجب أن نستفيد منها كثيرا حتى ننشط السياحة داخل دولتنا الحبيبة دولة قطر. شيء الثاني وهو جهود الدولة للنهوض بالسياحة، تطوير، أحسنت، المواقع الأثرية والمحافظة عليها من خلال الترميم والصيانة. الشيء الثاني أننا نطور المواقع الأثرية ويجب أن نحافظ عليها بشكل مستمر من خلال الترميم والصيانة. هذه الصورة التي أمامك هنا على اليمين توضح بعض الأماكن التاريخية قبل الترميم، وهنا بعض المناطق التاريخية أو المنطقة التاريخية قلعة الزبارة بعد الترميم، هنا قبل وهنا بعد الترميم. فيجب حتى ننهض بالسياحة أن نطور المواقع الأثرية
ونحافظ عليها من خلال الترميم والصيانة. الشيء الثالث وهو أحسنت بني الحبيب بناء المتاحف المختلفة والفنادق الكبرى والمخيمات الصحراوية. بناء المتاحف الكبرى حتى يأتي السياح إليها ويزورونها ويرون ما فيها من آثار مختلفة، وأيضا الفنادق لتقدم خدمات، والمخيمات الصحراوية كبيئة قطرية. فبالتالي هذا الجهد الثالث لدولتنا الحبيبة وهو بناء المتاحف المختلفة والفنادق الكبرى والمخيمات الصحراوية. الثالث تجهيز الدولة بشبكة طرق ووسائل نقل لتسهيل حركة السياح. يجب أن تجهز الدولة شبكة طرق كبيرة ووسائل نقل لتسهل حركة السياح، وهذه أيضا من الخدمات المقدمة إلى السياح، أن نوفر لهم كل وسائل الراحة والرفاهية داخل دولتنا الحبيبة. إذن نحن تحدثنا عن جهود دولة قطر، لكن ما هي الجنسيات الكثيرة التي خارج دول مجلس التعاون التي تأتي إلى قطر؟ وجدنا حسب الإحصائية لعام 2018 الصادرة عن وزارة الداخلية، هي أن الهند أولى هذه الدول، ثم المملكة المتحدة بريطانيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا، وبالتالي تصبح أول ثلاث دول أو أكثر ثلاث دول يأتي منها الزوار لدولة قطر هي الهند والمملكة المتحدة وأمريكا. بني الحبيب، السؤال يكون في الاختبار: عدد جهود دولة قطر للنهوض بالسياحة. الجهد الأول، أحسنت بني، أننا نستفيد من الفعاليات الرياضية الكبرى. الجهد الثاني، أننا نطور المواقع الأثرية والمحافظة عليها. الجهد الثالث، أحسنت يا بطل، وهو بناء المتاحف المختلفة والفنادق الكبرى والمخيمات الصحراوية. ثم أخيرا تجهيز الدولة بشبكة طرق ووسائل نقل لتسهيل حركة السياحة. نأتي إلى هدفنا الثاني. بداية السؤال، تعد المناطق الأثرية والمواقع السياحية مورد هام للدولة، كيف نحافظ على هذه الموارد في دولة قطر؟ لدينا كثير من الموارد السياحية، كيف نحافظ على هذه الموارد؟ نحافظ عليها أحسنت بني، نظافتها، نعمل على نظافة المواقع السياحية، أيضا الالتزام بالقوانين والأنظمة. طب ما هي السلوكيات التي يجب اتباعها عند زيارتك للمتاحف في دولة قطر؟ عند زيارتك للمتحف مثل متحف الفن الإسلامي أو متحف قطر الوطني، ما هي السلوكيات؟ الالتزام بالتعليمات، النظافة، عدم الكتابة على الآثار. بني الحبيب، اجمع أوراق الشجرة المتشابهة للتوصل لدور الفرد في المحافظة على المواقع السياحية. أولا أحسنت بني، أن نتقيد بالقوانين والأنظمة. التقيد بالقوانين والأنظمة عند زيارة المواقع السياحية، يجب أن نحافظ على القوانين ونحافظ على الأنظمة عند زيارة المواقع الأثرية، فهذا دور الفرد في المحافظة على المواقع السياحية. هذا أول شيء، الالتزام بالقوانين. الشيء الثاني، أحسنت بني، الالتزام بالمحافظة على نظافة المواقع السياحية. نحرص على نظافة المواقع السياحية حتى تكون وجهة سياحية عالمية هذه المواقع. أحسنت بني، النظافة. الشيء الثالث، المحافظة على الآثار وعدم الكتابة عليها أو لمسها أو تشويهها، فيجب ألا نشوه هذه الآثار. الأخيرة، أننا إذا وجدنا مخالفة من أي شخص نبلغ الجهات الأمنية والأجهزة الأمنية المتواجدة في هذه المواقع عن هذه المخالفة. إذن لدينا أربع أشياء من دور الفرد للحفاظ على السياحة. كل صورة أمامك، اختر ما يناسبها من هذه الأشياء الأربع التي قلناها. الأولى هي القوانين. نعم، التقيد بالقوانين
والأنظمة عند زيارة المواقع السياحية، ممتاز. الثانية هي النظافة، ممتاز. الالتزام بالمحافظة على نظافة المواقع السياحية. الثالثة هي المحافظة على الآثار، عدم الكتابة عليها أو لمسها أو تشويهها. أخيرا أن نبلغ الجهات الأمنية عن أي مخالفة في المواقع السياحية. استمع معي بني الحبيب إلى هذا الفيديو الذي يوضح أهم المعالم السياحية في دولتنا الحبيبة دولة قطر. نأتي إلى بعض الأسئلة على هدفنا الثاني. على اليمين هنا يعرض دور الفرد في المحافظة على المناطق السياحية. اسحب ما يناسب كل صورة من الصور التي على اليسار. هنا الالتزام بالمحافظة على نظافة المواقع السياحية. هذه الصورة النظافة. أيضا التقيد بالقوانين، التقيد بالقوانين تناسب هذه الصورة. حافظ على الآثار، عدم الكتابة عليها. هنا عدم الكتابة. وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي مخالفة. ثم ننتقل إلى هدفنا الثالث، وهو يجيب الطالب على أسئلة التدريبات إجابة صحيحة. افتح الكتاب المدرسي معي صفحة 30. من المقومات الطبيعية للسياحة، نعم أحسنت بني الحبيب، هو الموقع. تتمثل المقومات البشرية للسياحة في البشرية، أحسنت يا بطل، الأماكن التاريخية. الدولة الأكثر اجتذابا للسياح هي، أحسنت بني الحبيب، فرنسا. أكثر جهات العالم استقبالا للسياح هي، رائع يا بطل، قارة أوروبا. السؤال التالي، أهمية الموقع الجغرافي بما تفسر كعامل جذب للسياح. حسنت بني الحبيب، نحن قلنا أنه يسهم في رواج السياحة ويؤثر على الخصائص المناخية. السؤال الثاني، أسهمت المواصلات في نمو حركة السياحة، وضح ذلك أو فسر. أسمع أحدكم يقول أن السبب هو أن المواصلات قصرت المسافة وخفضت التكاليف المادية، رائع بني الحبيب. ثم نأتي إلى السؤال الثالث، بما تفسر تحتل فرنسا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر زيارة على المستوى العالمي؟ السبب هو، حسنت بني الحبيب، أن وجود المعالم الثقافية والتاريخية، وتضم 38 موقع أثري و 1200 متحف. أما إسبانيا فلديها تنوع تراثي وثقافي وتملك 40 موقع أثري. أجب عن الأسئلة التالية، وضح العلاقة بين الاستقرار الأمني وقيام السياحة. حسنت بني، نحن قلنا أن العلاقة علاقة طردية بين الاستقرار الأمني والسياحة، فإذا زاد الاستقرار الأمني زادت السياحة وزاد أعداد السياح، وإذا قل الاستقرار الأمني قلت أعداد السياح، بالتالي هي علاقة طردية. السؤال التالي، ما دور الفرد في المحافظة على المواقع الأثرية؟ نحن ذكرناها في درسنا اليوم. أحسنت بني، أولا أن نتقيد بالأنظمة،
ثانيا الالتزام بالمحافظة على النظافة وتبليغ الجهات الأمنية أيضا إن أردت أن تضيف شيئا آخر، تبليغ الجهات الأمنية عن أي مخالفات وعدم الكتابة على الآثار وعدم تشويهها. السؤال الرابع، تبذل دولة قطر جهودا كبيرة لتنمية النشاط السياحي، وضح هذه الجهود. أحسنت بني، أولا أنها يجب أن تستفيد من الفعاليات الرياضية الكبرى، ثم أنها تطور المواقع الأثرية وتجهيز الدولة بشبكة جيدة من الطرق. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.